واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر في محافظة حضرموت في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأوضاع الإنسانية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث وزعت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي 1240 سلة غذائية في حي العمال بالمكلا ومخيم هينم وكروشم بمديرية الريدة وقصيعر ومنطقة غيل عمر، وعلى ذوي الهمم ومرضى السرطان والأيتام بمديرية ساه استفاد منها 6200 فردا. إلى ذلك سيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات غذائية وإيوائية على عدد من القرى الريفية بمديرية ديس الشرقية بحضرموت، تضمنت توزيع 27 سلة غذائية و11 خيمة على البدو الرحل في منطقة العبالة بوادي ضبة إحدى قرى المديرية. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات عبر ذراعه الإنساني هيئة الهلال الأحمر. نقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه وسخائه في تنفيذ مثل هذه المبادرات عملاقة من شأنها أن تساهم في سد الثغرات التي نتجت عن الحرب. صراحة الهلال الأحمر الإماراتي يعني ما يقصرون، دائما يقدمون المساعدة ويد العون للي يحتاجون، فما بالك ذوي الهمم اللي هم أشد حاجة لهذا الدعم.